بناتي أبنائي الواقفون والمرابطون والمناضلون في سوح التظاهر في ساحة التحرير وبقية محافظات العراق، يا من قدمتم الدماء والتضحيات طوال شهرين ونص وأكثر، هذه الدماء والتضحيات اللي أنتم بذختوها وقدمتوها من أجل تغيير واقع العراق السياسي والاجتماعي والاقتصادي، مو من أجل أنه يروح رئيس وزراء حالي ويجي رئيس وزراء تتحكم به الأحزاب والكتل نفسها والدول، لا، وإنما من أجل تغيير جذري. أنا أبوكم أخوكم بالنسبة للكبار بالسن ابنكم، اتحديت وطلعت وأعربت عن أنه عندي القدرة أصدى للمسؤولية، لأن عارف البير وغطى وعارف كل ما يجري ومواكب والتاريخ كله عندي، فأنا على استعداد. إذا أنتوا الشعب جبتوني الآن القرار بيدكم، قرار مو أنه دستور وقانون، لا لا، تعطل كل شيء الآن، تعطل، لأنه الإرادة إرادة الشعب وليس دستور. الدستور والقانون، دستور والقانون به نواقص هواية، وشوفوا وين وصلنا وش سووا بينا، يردون يرجعون الكتلة الأكبر ويرشحون مرشح. لا لا، القرار بيد ساحة التحرير وبيد سوح التظاهر. إذا جبتوني عندي استعداد أقوم بهاي، والفضل يعود لكم، وهاي مسؤولية. وبعد انتهاء المدة اللي تحددوها، انتهاء مهمتي، عندي استعداد أنا أتعرض لمحكمة الشعب، مو المحكمة أخرى، هي اللي تقرر تقول هذا نفذ البرنامج، نفذ مطالب المتظاهرين لو لا. وراح أخليكم يعني كل أسبوع على اطلاع باللي يجري من إجراءات، فأنا بخدمتكم. وقطعوا الطريق على ذاك وهذا اللي كل ساعة يرشح وكأنما هي غنيمة حتى يستولي على السلطة. بابا هاي سلطة ثقيلة، مسؤولية خطيرة، العراق الآن بمنعطف، انت وين جاي تريد تصير رئيس وزراء؟ تحياتي لكم وأتمنى لكم الموفقية. ما عندنا غير بس 60 ساعة، نص من هذا اليوم الجمعة وباكر السبت، لأن بعد غد الأحد سيصدر القرار. تحياتي.